بس شفت التريلر ومحمد ناير المؤلف صاحبي من زمان، فأنا متحمس له جدا وشايف إن كانوا أخدوا وقتهم في الإنتاج، فلا شكله حاجة شكل هوليوود يعني. ألف 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 مبروك، ولا أنا متحمس جدا أنا أصلا أخش دلوقتي على طول عشان أتفرج على طول. إيه بقى يعني شارك في فيلم ريتسا وبينافس في نفس الموسم، فكلمنا عن ردود الفعل اللي جاتلك لحد دلوقتي على فيلم الإيرادات. الحمد لله يعني الناس اتفاجئوا إن من الفيلم يعني، وكمان اتفاجئوا من اللاين بتاعي مع مايل غريتي ومريم الخشت، إن ما شافونيش في السكة دي دور رومانسي قبل كده، فلا كان التحدي جديد بالنسبة لي، وأنا مبسوط بالتجربة. شايف التنوع إزاي في الأفلام اللي موجودة في نفس الموسم؟ يعني عندنا أفلام كوميدي، عندنا أفلام إثارة، عندنا فيلم رومانسي، شايف التنوع اللي حصل في السينما؟ لا دي حاجة حلوة جدا. طبعا للأسف يعني لما تيجي أفلام زي مارفل بتيجي في النص كده، طبعا بتعمل شوية ديستراكشن، يعني الناس بيخشوا الأفلام الأجنبية أكتر، بس انا حابب ان احنا نشجع الصناعه المصريه اكتر، وان نقدر نديهم فرصه، عشان دي اللي هتخلينا نكمل ونستمر في السينما، وكمان المنتجين ما يستهسلوش ان هم ايه يستهسلوا ان هم ايه يحطوها مثلا على بلاتفورم وخلاص عشان يضمنوا فلوسهم خلاص. بس اتمنى ان السينما تكمل، السينما المصريه بالذات ان شاء الله. شكرا.